المهندس وليد فؤاد، مدير عام شركة صفران في مصر. الشركة بتقدم منتجات مختلفة في مجالات مختلفة، هي مجموعة صفران. احنا في المعرض هنا عارضين منتجات شركة مورفو اللي هي احدى شركات مجموعة صفران للمنظومات الأمنية المختلفة، وعارضين شركة ساجام اللي هي برضو احدى شركات المجموعة للأنظمة الدفاعية في المعرض. بالنسبة لمجموعة صفران شركة مورفو، بنبتدي طبعا بالأنظمة الكشف عن المفرقعات، طبعا هي نمره واحد على مستوى العالم في الكشف على المفرقعات باستخدام تكنولوجيا سي تي الاشعه المقطعيه، والتريس اللي هي المسحه اللي بتاخد وبتحلل اي تعامل مع ماده محظوره وبتطلع النتيجه في ثواني معدوده لو في اي خطر على تطبيقات في المطارات عموما. يعني بالنسبه للحقائب طبعا بنعرض ايضا انظمه او تطبيقات البصمات المختلفه، بصمه العين وبصمه الوجه وبصمه العشريه الايدين. طبعا هنا بنتكلم على تطبيقات زي البوابات الالكترونيه، زي منظومات الجوازات والدخول والخروج وامن المواني، وطبعا تطبيقات الشريحه الذكيه اللي بتركب على الكروت المختلفه، كانت الكروت الذكيه المختلفه والاصدارات المؤمنه زي اصدارات الرقم القومي المختلف، واستخدام التطبيقات دي في تطبيقات زي الانتخابات على القارئ الالي زي شفناه في الانتخابات الاخيره في البرلمانيه، نستخدم ايضا في الانتخابات الرئاسيه والاستفتاء على الدستور من قبل. غير كده برضو التطبيقات البنكيه واستخدام التطبيقات المختلفه في التعاملات البنكيه، وتطبيقات البحث الجنائي للبصمات عموما ومسرح الجريمه. فدي يعني تقريبا مجموعه من الانظمه المستخدمه او اللي احنا عارضينها هنا في شركه مورفو احدى شركات مجموعه صفران. بالنسبه لشركه ساجام، فاحنا هنا بنتكلم على الانظمه الدفاعيه زي طياره بدون طيار، زي كاميرات المراقبه الحدود البعيده المدى والليليه، زي طبعا الصاروخ الدبل اي اس ام اللي كان لنا الشرف ان هو يبقى مع توريدات مجموعه الرافال الاخيره اللي جت مصر. ممكن حضرتك تورينا اكتر نماذج من المنتجات اللي بتقدمها الشركه؟ طبعا اول حاجه الكشف عن المفرقعات بنظام التريس او المسحه، ده بيتم عن طريق عينه. العينه دي بتتاخد وباخد العينه دي على شنطه او على جسم وبدخلها الجهاز، والجهاز هنا بيقرا العينه وبيحقق فيها وبيطلعها بعد 10 ثواني وبيدي النتيجه وبالتحليل الكامل ليها. ده مستخدم في مطارات كثيره ومطارات مصريه، ونتمنى انه ينتشر ان شاء الله في المطارات المصريه والاماكن الحيويه. ده بالنسبه للتكنولوجيا الكشف عن المفرقعات. طبعا كشف عن المفرقعات بنظام السي تي اللي هي الاشعه المقطعيه اللي هي الاجهزه الحقائب الكبيره اللي هي برضو تكنولوجيا متقدمه جدا، وان شاء الله نتمنى نشوفها في المطارات المصريه كلها. انظمه البحث الجنائي زي الشرايط اللي بتطلع من الكاميرات، بقدر احللها وبقدر اتعرف على الاوجه اللي فيها واقارنها، واقارن الاوجه دي في اماكن محدده، وبقدر اتعرف ان الشخص ده عن طريق بصمه الوجه ان كان هو مطلوب او غير مطلوب في قاعده البيانات المطلوبين. طبعا تقنيه حديثه جدا وبتستخدم في حل الجرائم المختلفه. الالكترونيه زي المتركبه في دول كتير ومنها مطار القاهره. البوابه انا بدخل البوابه وبستخدم يا اما بصمه العين او بصمه الايد او بصمه الوجه عشان اعدي وتحقق من الهويه بتاعتي. فهنا انا هستخدم الجهاز هنا ببصمة العين، أنا ببص في الكاميرا، الكاميرا بتحقق هويتي، هنا اتعرفت وطلعت صورتي وبقدر أخرج من المنظومة، كانت منظومة جوازات دخول أو خروج. فده طبعا هنا كمان المنظومات الجوازات اللي هي الدخول والخروج من الدولة في المطارات باستخدام البصمة اللي هي من غير لمس، ودي من الأجهزة الحديثة جدا على مستوى العالم اللي ما فيهاش لمس البصمة على الطاير زي ما بيقولوا. طبعا ده القارئ الالي وتجربه القارئ الالي باستخدام الرقم القومي اللي استخدمت اخيرا في الانتخابات البرلمانيه. الجهاز بيحتوي برضه على بصمه، لو حبيت ان انا اقارن الشخص بالبصمه الموجوده على بطاقه الهويه بتاعته او اللي هي زي بطاقه الرقم القومي. ده استخدم في الانتخابات الاخيره البرلمانيه، الانتخابات الرئاسيه والاستفتاء على الدستور اللي هي خريطه الطريق كلها يعني.